هل يمكن بالفعل لبعض الحكومات أن تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة مواطنيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، مواقع التواصل الاجتماعي لها عدة أغراض. لو حبينا بقى نخرج بره القطاعات الحكومية والدول ونخش في الغرض الرئيسي من هذه الوسائل. الغرض الرئيسي من هذه الوسائل هي عدة أغراض. أول غرض منهم البيزنس. البيزنس إن أنت حضرتك مجرد ما بتعمل سيرش على منتج معين، تاني يوم بيجي لك لستة بكل البرودكتس اللي أنت عايزها بأماكن تواصلها. ده أول مرحلة، ودي بتحصل مع الناس كلها. يعني أدوب الواحد بس مجرد ما يفتح كده يدور على حاجة، ليه تاني يوم جاله كل ما هو مطلوب. ودي حاجة يمكن مش عايزين نقول إنها مؤثرة تأثير سلبي على المجتمع. الحاجات التانية اللي الواحد برضو بيشوفها إنها بتحصل، إن هم بيقدر من خلال المعلومات اللي بيستقصوها من خلال شبكات، إن هم يقدروا يصلوا إلى مرتكبي جرائم، إلى باحثين في مجال يعني انتهاك الخصوصية. ده لو كلمنا من الناحية الأمنية. لكن في المشكلة التانية اللي بتحصل، إن في هو الغرض من نشاطهم هو التوصل إلى المعلومات واستغلالها والضغط على أصحابها لابتزازهم والحصول منهم على أموال. في عدة أمثلة كتير الحاجات دي بتحصل. يعني هدي حضرتك مثال أنا مارسته وشفته بعيني. في بعض البرامج اللي حضرتك تكتب فيها رقم التليفون يقول لك ده بتاع فلان، حضرتك بيجي لك الاسم فقط. لكن في طرق تانية بعض المؤسسات بتستخدمها، بتروح تسأل المؤسسة دي تقول لهم هتاخدوا كام وتدوني كل البيانات الشخص. وللأسف أنا إيدي وقعت على مجموعة كبيرة من البيانات ديت، حطيناها في الديب ويب، والهاكرز طبعا بيخشوا عليها. زي ما الهاكرز بيخشوا، المؤسسات الحكومية أو مؤسسات مخابراتية بتخش وبتطلع الداتا دي. الداتا اللي جات لي عن شخص أو عدة أشخاص، كل المعلومات اللي أنت ممكن تتخيلها موجودة افيلابل. الشباب الهاكرز بيقدروا يقتحموها ويطلعوا منها. ولكن دكتور، هذا الإجراء، أنا تخوفي من هذا الإجراء إلى أي مدى يتعارض مع القوانين، وخاصة تلك الخاصة بحماية البيانات الشخصية؟ كل الأعمال دي تتعارض مع قوانين حماية البيانات الشخصية. والحمد لله في مصر صدر ثلاث قوانين بيحاولوا يسيطروا بيها على الشباب اللي هم بيحاولوا يتعدوا على خصوصية الأشخاص ويتحصلوا منهم على معلومات ويستغلوها في ابتزازهم. لكن احنا بنتكلم على سباق. أنا كمتخصص في مجال السايبر سيكيورتي، يعني أنا باحث في هذا الموضوع بقالي دلوقتي 42 سنة. طول مدة أبحاثي والريسيرشز اللي أنا بعملها في هذا المجال، أنا ببقى عامل زي اللي بيجري وراء عارف الجوست. أنت بتحارب جوست، في عفريت بيطلع لك كده ما أنتش عارف جه منين، وأنت ملتزم إنك تحاربه وتحمي البلد منه. لكن للأسف إحنا في سباق بين الناس الديفلوبرز في هذا القطاع وبين الهاكرز والناس اللي بيحاولوا يعتادوا على خصوصيات المواطنين وعلى لعدة أغراض منها ابتزازهم أو الوصول للنتائج. وعشان كده أنا كان بدأت في الشركات الخاصة إن أنا أبدأ أدرب الناس وأعمل لهم أويرنس وتوعية. طيب، على أمن ولكن دكتور نعم، هل كل ما نكتبه على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن مراقبته؟ الرسائل التي نتبادلها مع الأصدقاء والرؤساء والزملاء في العمل وغير ذلك؟ خلي بالك، يعني هو الفايدة اللي بيطلعولها من المعلومات ديت هي بس اهتماماتك الشخصية. يعني مش مهم أبدا يعرف تفاصيل القرابة أو المشاكل العائلية أو الكلام ده، هو بيحاول يتعرف على اهتماماتك الشخصية. ما أبرز هذه الاهتمامات في الشخصية؟ نعم، ما أبرز الاهتمامات الشخصية التي تسعى الشركات للوقوف عليها عن طريق أنشطة الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها بعد ذلك؟ بالضبط، هو ده اللي بيحصل. عشان تستخدمها وتستغلها وتعرف حتى
بطريقه بتقدر تجمع معلومات عن الشخص نفسه بينشط في ايه، بيشتغل في ايه، بيعمل ايه، حتى لو بيعمل في اعمال ممكن يكون ليها اغراض تهديديه او تخريبيه برضه هتعرف، لانه بيتصل بهيئات او مؤسسات بيبحث عن مثلا سلاح، عن طريقه تصنيع قنبله، عن طريق كل الحاجات دي بتتلقط على طول.